بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهارده هنبدأ نستكمل الديفينيشن اللي هو المعماري، بس مش هيبقى كله، هيبقى جزء منه إن شاء الله. وفي وسط الشرح هنبدأ نقول إزاي أقدر أشطب اللوحة دي بشكل معماري إن شاء الله يكون كويس ومناسب انك تقدمه لاي عميل او اي جهه بتحصل منها على الترخيص. وهنشرح اجزاء تهم شويه الشكل العام للرسومات، وبعد كده هنبدا نوزع الاعمده بتاعتنا على المشروع، عشان ان شاء الله من المحاضره اللي هتبدا بعد الجايه هنبدا نعمل نمذجه للمشروع اللي احنا اشتغلناه على الثلاث برامج اللي هم الساب والإتاب، وهناخد بلاطة من البلاطات ونصممها على برنامج السيف. وعلى بركة الله نبدأ. احنا كنا وقفنا المحاضرة اللي فاتت ان احنا استقرينا على شكل الدور الأول والصناعي العلمي بالمسحة بتاعته بمناوره المناسبة لاشتراطات الترخيص. اخذنا من الاول والثاني علوي، وعملنا الثالث والرابع والخامس العلوي، وعملنا المنور المناسب لهذا الشكل. بعد كده دخلنا على الدور الارضي، قلنا والله احنا ممكن نسيب المساحه دي كلها على بعضها كده للضيوف، دي حسب رغبات صاحب البيت. يعني صاحب البيت طالب مني، وطالب مني جناح ضيوف، وطالب مني شقه، فانا بعمل الرسم ده بناء على طلباته مش بناء على رغبة شخصية مني. يعني أنا ما باخد الأرض من العميل، بسأله هو عايز إيه، وأبدأ أنا كراجل مهندس أحط كل إمكانياتي إن أنا أطلع له الحاجة اللي هو عايزها بشكل لائق وشكل جميل إن شاء الله. قلنا هنا في اقتراحين بالنسبة للمدخل، إن أنا أسيب المدخل الكبير زي ما هو، أسيب المدخل الكبير زي ما هو، أعمل مدخل الشقة من هنا عشان أخلق مساحة أقدر أطلع منها الأربعة متر اللي أنا محتاجهم بالنسبة للدور الأرضي، لأن إحنا اتفقنا إن الرخصة عشان تطلع هو ما بيسمحليش ببروز في الواجهات الا على ارتفاع 4 متر من منسوب صفر الرصيف او الشارع، لان الرصيف برضه بيرتفع 15 سم تاني عن الشارع. قلنا اقتراح تاني، قلنا نسيب المدخل بنفس العرض بتاع السلم برضه عشان يبقى مدخل كبير ومناسب لعمارة سكنية كويسة. انما هعمل سلملك هنا اخد بيه فرق الارتفاع، فرق الارتفاع ما بين ال 3 متر وال 4 متر اللي هي موجوده بره، فبالتالي انا عملت هنا 6 درجات ومتر على 6 قسمناها المره اللي فاتت طلعت 16 و 6 7 من 100. هنفترض ان احنا هنشتغل على اي من الشكلين عشان نبدا نفنش الشغل بتاعنا او نشوف المداخل بتاعتنا الاخرى. هنفترض ان احنا يا اما هناخد ده يا اما هناخد اللي هو اللي هنا، ايا كان يعني اقتراحات الزملاء برضه هم احرار في هذا. انا هاخد الشكل ان شاء الله اللي هو ان ده مناسب اكتر خالص، يعني انا شايف ان ده افضل، لان مساحه الغرفه هنا كويسه ومدخل الشقه بقى منفصل عن مكان الضيف، فانا هبدا اشتغل على هذا الجزء ان شاء الله. طيب هنا حضراتكم احنا هنبدا نعمل مدخل، هنعمل الباب، وهنا طبعا ممكن اعمل باب اخر فرعي لان انا عندي المساحه دي فاضيه، ممكن استغلها باركنج، وممكن استغلها لو استغلتها باركنج هضطر اشيل الطراز ده، بقى ده هيبقى طراز بالنسبه للدور الارضي هضطر اشيله، ممكن ده اسيبه لانه ده مش مضايقني في حاجه، واعمل مدخل من هنا واخش مدخل اخر للصاله من هنا، واخش مدخل اخر للايه؟ للصاله من هنا. ان كان مناسب يعني بالنسبه لصاحب البيت دي بتبقى بالعرض بقى، يعني انا اعمل لك مدخل هنا اعمل لك مدخل هنا، هو بيبدا ايه يوافق او يرفض. احنا هنشطب على هذا وبعد كده يبقى لنا كلام تاني. بالنسبه لي النماذج اللي بتتعمل، اول حاجه لازم انا جبت نماذج جاهزه يا جماعه ان شاء الله، انا بحاول ارفع لكم ملف فيه كل الفرش والاشكال المعماريه اللي حضراتكم ان شاء الله تستفيدوا منها، بس انا النت شويه معاكسني، حتى في المحاضره اللي فاتت اخدت وقت طويل عشان ارفع المحاضره مع انها جاهزه من فتره. نسال الله التيسير يعني
نقدر نرفع لكم الشغل ده بسرعه. ان شاء الله هبعت لكم ملف، الملف ده فيه كل الرسومات المعماريه انا مجمعها من اماكن مختلفه، وفي بعض المودلز بعد ما عملتها انا لقيت شكلها حلو فبحطها في المكتبه بتاعتي. يعني انا عامل ملف خاص ليا انا، ملف اوتوكاد فيه كل الرسومات اللي تعجبني. يعني شفت رسمه عجبتني مع زميل فيها فكره حلوه، المدخل فيها شكل حلو، البوابه فيها شكل يعني من النواحي المعماريه انا اللي اقصده، فكنت باخدها وانا عامل مكتبه كده صغيره. ان شاء الله انا هحاول ارفع لكم الملف بتاعها. هنا طبعا احنا هنبدا نحط البيبان وهنبدا نحط الايه العمدان. مبدئيا لازم احط العمود الاول عشان العمود ممكن ياخد مساحه، فالباب يبقى لازق في، يبقى محطوط في العمود، يبقى ملتصق بالايه بالعمود. انا هنا مثلا سي انا عملت تقريبا 3 موديلات للاعمده. انا احط العمدان ادي 30 سنتي، هنا 65، وهنا اكيد 30 في 85 و30 في متر. دي عمدان تناسب ضوء الارض، دي عمدان تناسب الضوء الارض. طب بالنسبه للاضرار المتكرره برضه اخد كوبي من الكلام ده انزله تحت خلاص، اعمل ابدا شويه اصغر اللي هي ال 30 سنتي دي، هخليها 25 خلاص. برضه هعمل استريتش للعمود اللي هو ال 30 اللي هنا ده اهو 0.05 بقى 25 كده. انا عملت النماذج العمدان اللي هي تناسبني بالنسبه للادوار المتكرره وبالنسبه للدور الارضي، لان الدور الارضي يفضل قوي يا جماعه ان انا وانا شغال يكون العمود بتاع الدور الارضي ما يقلش عن 30 سنتي، لان انا بعمل ارتفاع الدور الارضي شويه كبير، يعني بعمل الدور الارضي كبير شويه. فبرضه عشان ابعد عن الباكلينج وانا شغال، او ابعد عن الاديشنال مومنت اللي ممكن تجيني من ان العمود يكون من الاعمده النحيفه، فعشان افاد الباكلينج فدايما انا ببقى حريص وانا شغال ان يكون الطول الحر للعمود على اقصر بعد في العمود لا يتخطى قيم. ان شاء الله واحنا بنشرح الانشاء هنبدا نتكلم فيها. بالنسبه للعمدان الدائريه ما تعديش ل 12، العمدان اللي هي المستطيله او المربعه ما بتعديش ال 15. ف يعني ان حطيت دي في المقام ودي في البسط، يبقى انا عندي ال اللي هو الاربعه مقسوم على ال 0.5، انا اسف مقسوم على ال 0.3، مقسوم على ال 0.3. فهلاقي ان اقل عمود ممكن اخده في هذا الدور هو 15 في 0.3، يعني 4.5 حر، يعني اخد طول حر العمود 4.5. يبقى انا عندي ال 30 سم دي انا باخدها بالنسبه للدور الارضي علشان اقدر اوفر طول مناسب للعمود. يعني زي ما اتفقنا هنا يا جماعه، قلنا والله انا عندي هنا ارتفاع الدور الارضي معماري نضيف هيبقى كام؟ هيبقى 3.5، هيبقى 3.5. ممكن جدا السميل يكون تحت بمتر تاني، تحت الارض بمتر، يبقى انا عندي كده بقى في كام ارتفاع؟ 4.5. اشيل منها سقوط الكاميرا اللي موجود فوق، لان انا بحسب طول حر العمود يعني من وش السميل لحد بطنيه الكاميرا، هيبقى انا عندي الطول الحر كام؟ 4 متر. طب الطول المسموح بيه عشان ما يحصلش باكلينج كام؟ هو 3.10 في 15 ب 4.5، يبقى خلاص انا كده هشتغل 4 وانا عندي الكود مديني لحد 4.5، يبقى انا كده مش محتاج احسب الاديشنال مومنت من الباكلينج. هنبدا ان شاء الله نبدا نوزع توزيع مبدئي للاعمده، هنوزع توزيع مبدئي للاعمده عشان نبدا نحط العمدان. انا هبعد دي بس شويه عشان ما تضايقنيش وانا شغال. احنا ممكن بقى معلش نخش على المات ستايل دايمنشن ستايل، معلش انا بس هشيل اللي هي الايه الزيادات اللي حاصله في الرجل دي من ورا علشان ما تضايقنيش وانا شغال. خلاص كده، يعني انا قلت له هنا، قلت له ان يكون ارتفاع طول هذا الخط اللي هو بيحدد مسار الدايمنشن عند السهم ده من ورا هنا صفر، وبالتالي هو صفره لي، وهنا 0.25 معناها المسافه ما بين بدايه هذا الخط والاوبجكت اللي انا بقيس عليه.
بخليها بوينت 25 اللي هي بالنسبه لي لما بطبع سكيل 1 ل 50 بتديني نص متر، فبتبقى لوجيك قوي يعني. سيت كرنت ابلاي، هو هنا هو صغر لي بس عشان وانا بنقل ما تعمليش مشاكل اللي هي الاشكال الغريبه اللي انا كنت عاملها في الاول دي. طيب كده حضراتكم نبدا نحط ان شاء الله العمدان على المعماري اللي احنا اخترناه. لما هنيجي نحط العمدان هنحط العمدان من اعلى نقطه في الموجه. لما اجي احط العمدان بتاعتي احطها في الشيل اعلى نقطه في الموجه، وبعد كده هبدا اظبط العمدان تحت. احنا هنا انا زي ما اخذنا ناخد النماذج بتاعت العمدان اللي هي دي اللي هي 25 كده هناك عشان نشتغل بسرعه. نبدا نعمل هاتشنج للعمود لو احنا عايزين، لو مش عايزين نعمل هاتشنج هنا انا ممكن نعمله بره، اسف بعد ما اوزع يعني. انما انا برضو عايز اوضح حاجه بالنسبه للهاتشنج بتاعت العمدان واللي هي التأشير، وبرضو التأشير المعماري. التأشير المعماري انا بفضل الله تعالى برضو جايب لكم ملف ظريف خالص عن الهاتش. الملف ده انا بحطه جوه الاوتوكاد علشان اخد بيه اشكال جوه الايه، جوه الهاتشنج يعني. وانا شغال في الاوتوكاد كده نفترض ان انا عندي ادي عمود مثلا هقشره، عايز نموذج تاشير عمود. هنا انا عندي مثلا سي ان انا عملت واجهه، الواجهه ديت في سي فيها بلكونه مثلا على ارتفاع متر، فيها بلكونه مثلا سي على ارتفاع متر اهي. البلكونه ديت مثلا انا عندي هنا في عمود طالع، انا بس عايز اوضح لكم حاجه بالنسبه للهاتش يعني. ان شاء الله الفولدر هتلاقوه شيء جدا ظريف. افترضوا ان انا مثلا عندي بلكونه زي دي مثلا، ده او تراس خارجي بره، في هنا عمودين انا عاملهم مباني، وفي ورا هنا هتبقى الشبابيك او البيبان من المودلز اللي انا جايبها دي. المهم يعني انا عايز اشرب، بس انا اشرب باشكال مختلفه شويه. انا بس عايز اوريكم تطبيق التأشير ده عشان لما ارفع الملف الاخوه الزملاء يقدروا يطبقوه. هو ده الهاتش اللي احنا هناخده. انا بعمل له تترشن ببدا اطلعه. بعد ما بخلص الفولدر ده هيديني فولدر الهاتش. فولدر الهاتش يمكن الاقي فيه ثلاثة او فيه ثلاثة تاني. بصوا انا هعمل برضو ايه، هفك الضغط بتاع ده وده كل واحد لوحده اهو، وده بعد ما بخلص دول بفتح كل واحد من دول واخد نسخة من اللي هنا، او باخدهم كلهم يعني. انا باخد كنترول اول كده وبقطع ده كله، باخدهم مثلا سي انا هاخدهم واروح احطهم في مسار الاوتوكاد. الكلام اللي انا عملته على الملف ده بعمله على ده، بعمل كل الاشكال اللي هي اتعملت لي جوه هنا انا هاخدها وبروح على مسار الاوتوكاد. انا شغال الاوتوكاد 2009 لا 2009 انا عندي مسطبه في الدي بروجرام فاين، ادي اللي هو ده بحطه في مسار السبورت. بحطه فين؟ بحطه في السبورت. بفتح السبورت وبقول له ايه، اعمل لي باست على الشغل اللي انا ايه جبته. طبعا انا عشان انا حاططهم فبيقول لي هعمل ريبليس، انا هكنسل الكلام. عرفنا المسار بتاعنا بنحطه فين، بنحطه فين، بنحطه في السبورت. ده بيفيدنا خالص وانا شغال بقى جوه الهاتش، بلاقي اشكال ان شاء الله تعجبكم خالص. وبتديكوا برضو اشكال حلوه على المنشا، بتعمل اخراج معماري طيب الشكل المعماري. بخش على الهاتش كده. لو انا عايز اوصل للحاجات اللي انا حطيتها بقى في السبورت، انا بدوس على دي بيديني الانواع بتاعته اللي هي ادي اللي هي الاشكال اللي هي بتبقى متوفره، ادوس عليها وبتخش داخل الكاستم. بلاقيها دخلت داخل الكاستم، بلاقي اشكال رائعه جدا. ده لو انا هعمل مثلا تراز اسلامي المودلز ظهر هنا اهو، لو انا عايز استعمله انا بقول له اوكي بيحطه لي، ببدا اخده كاسكيل وابدا اشتغل. بيديني اشكال، ادي اشكال اسلاميه.
حاجات رائعة جدا. دي أشكال شبابيك ممكن نستعملها للإزاز، دي فرن ممكن تستعمل للأبواب الحديد الترتال، فرن للسقف، فرن يعني أشكال إن شاء الله تعجبكم وتكون إضافة للبرنامج، يعني إضافة للبرنامج الأوتوكاد بإمكانياته الرائعة. يعني دي أشكال طوب مثلا، برضو أشكال طوب دي على شكل خليط. نحن أنا مثلا سينا هاخد الموديل ده، أنا بقول له أوكي، بلاقي الموديل نزله، بلاقي الموديل نزل. بعد كده بقول له أنا إيه سيلكت، أنا هاخد الجزء اللي أنا هعمل له، هاخد المنطقة اللي أنا هعملها سينا، هعمل هنا مثلا. أنا بس عايز أطبق، عايز أوريكم التطبيق يمشي منين. ده بيديني شكل الطوب على المساحة اللي أنا إيه محتاجها. نفترض إن أنا شكلها يعني كبير عليا أو شكلها سيء شوية، على فكرة يمكن الجزء ده في الهاتش فيه مشكلة، في خطوط عندي مكسرة، إن شاء الله أصلحه ونرجع نعيده تاني. لو أنا عايز أظبط الدنيا هنا، أنا بدوس على دي كليك كده، وبنزل في برنامج الأوتوكاد نفسه، وبنشط اللي هو الإيه الكويك بروبتس، بنشط الكويك بروبتس بتاعتي. بتظهر الكود بروبتز. انا عشان ما اخشش على هاتش تاني ونعمل اهو، انا عندي السكيل ده، اهو السكيل ده سي انا هصغره شويه، هخليه بوين 8 وبقول له اوكي، بيبدا يغيره قدامي اهو، عاجبني ماشي، مش عاجبني اغير تاني لو انا عايز اصغر. اوكي خلاص، انا الشكل ده عجبني، خلاص بقفل هذا الشكل خلاص اهو. برضو في اشكال تانية رائعة يعني بصراحة، لما لقيت الفولدر ده عجبني، وإن شاء الله أتمنى إن أنا أرفعه لحضراتكم بإذن الله تعالى. برضو هنا أشكال كتير خالص، لحتى الخرسانات تحت موجودة على ما أذكر، لأن أنا فرته كله بصراحة، عجبني جدا. هنا لو هعمل زرع يعني في أرضية ولا حاجة، بتديني إنديكيشن كويس على الأرضيات وهكذا. المهم خلاص انا كده قلت اوكي اوكي هعمل هنا هاتش انا على العمود، هعمل هاتش على العمود، اخد الهاتش بتاع العمود نفسه. انا هنا طبعا مش هقدر اشتغل على الكاستم، انا هاخد ده. ده شكل التشير، انا بختاره من هنا على طول. انا عارف ان التشير ده اللي هو ايه ايه ان اس 137 اهو، اللي هو ده إيه. ده الشكل اللي هو بيديني شكل تشير العمود. سين انا هخليه 0.5 علشان يناسب المساحه، عشان لما اجي افرده جوه المساحه يناسب المساحه. هقول له هات الشكل وبقول له اوكي عليه خلاص. لو انا شايف ان التشير ده كبير يا جماعه، برضو بنفس الطريقه اقدر ايه اصغره، اقدر اصغره. سين هخليه هو 0.3 اوكي. ما لوجيك اول الكلام ده، اخد ماتش بروبتس من هنا احطها هنا، ده زي ده. اخد الهاتش تاني واخد يبقى انا كده بهشرت كل النماذج اللي انا ايه اللي انا محتاجها. طيب لما جيت هشرت انا يا جماعه، احنا حاطين اللي هو ده في طبقه الكولوم، يعني طبقه الكولوم هنا انا عندي واخدها بوينت 6 تقريبا، بوينت 6.5. مش معقول ابدا يعني لما اجي اخش هشر جوه هشر طبقه الوول يعني، صح؟ يبقى لازم اعمل طبقه لمين؟ طبقه للهاتش، اعمل طبقه للهاتش، افتح اللايرز بتاعت اللاير مانجر بتاعتي، وهعمل اد نيو. هعمل طبقة جديدة، والطبقة دي أنا هسميها كولوم هاتش. أوكي اللون بتاعها أيا كان، يعني نخلف شوية الألوان دي، هاخده مثلا اللون ده. لما أجي أشتغل، مش هشتغل طبعا بوينت 3، أنا هشتغل بوينت 15 أو 13، ده مناسب جدا. خلاص يبقى ده اللي هو الإيه الكولوم هاتش. يبقى أنا هاخد كل الهاتشات دي اللي أنا عملتها وأحطها داخل طبقة الإيه الكولوم هاتش. خلاص كده. يبقى هنا يا جماعه انا البنات اللي انا بديها او اللاين ويت اللي انا بديه ده يناسب قوي سكيل 51 في الطباعه. نبدا نحط العمدان. انا عندي هنا هنبدا بالقنار ده ونبدا نوزع العمدان بتاعتنا.
دائما يكون الاتجاه الطويل للعمود. انا بتكلم بقى هنا دلوقتي كراجل انشائي، أوزع العمدان وانا راجل انشائي مش معماري بقى، يعني مش نظلم المعماريين كده بصراحه، يشكر انهم استحملونا الفتره اللي فاتت. يعني احنا عندنا هنا 4 متر في 3 متر 52، لما اجي احط الاتجاه الطويل للعمود، الاتجاه الطويل للعمود يكون في الاتجاه الطويل للغرفه، في الاتجاه الطويل للغرفه. يعني لما اجي احط انا عمود مثلا سي، ان انا هقول العمود ده انا هاخده من الموديل الصغير ده، هاخد الموديل الصغير ده وهشتغل منه، هاخد كوبي وهلف الشكل ده. انا بس بعمل مودلز جنبي كده عشان اخدها ارميها على الشكل. يعني هاخد كوبي من ده اهو اهو. يبقى انا لما جيت احط العمود ده انا حطيته ازاي؟ هنا حطيته في الاتجاه الطويل للغرفه. ابدا اوزع تاني الشكل بتاعي. هنا انا عندي المطبخ برضو دي 4 متر ودي حوالي 2 وشويه، يبقى لما اجي احطه احطه هنا صح كده؟ يبقى واحنا ماشيين كده اهوت هنشوف الاماكن المناسبه ليا. طبعا انا ممكن اعمل لدور ميرور من على النص هنا عشان يجوا لي على المنطقه دي، خلاص ما نشغلش دماغنا بيها. بالنسبه للغرفه دي لو انا هفتح الباب بتاعي من الطرقه، وده الطبيعي اللوجيك افتحه من الطرقه، يبقى انا هاخد العمود فين؟ هاخده في المنطقه اللي فوق صح كده؟ يبقى انا هاخد ده اهو كده اهو، بس انا هوضح نقطه هنا مهمه اهو. يبقى انا هحط العمود بتاعي هنا، لما اجي في هذا الاتجاه عشان اوزع العمود رقم 4 في الغرفه دي، لو انا حطيته في الاتجاه ده انا هعمل هنا باب بلكونه، هعمل هنا باب للبلكونه، فبدل انا ما اعمل العمود كده وزنه نفس باب البلكونه، لا انا هضطر اخد من النوع ده وابدا احط الايه؟ وابدا احط العمود اهو. خلاص؟ يبقى انا كده حطيت الايه؟ حطيت العمود ده. هنا انا هوضح نقط ليه انا برمي العمدان في الاتجاهات دي كده. انا بحاول افضي ركن الاوضه، يعني انا على قد ما بقدر حاجه زي كده جاتني افضي ركن الاوضه، ما احاولش اعمل ركبه كبيره شويه في الاوضه تضايق الناس وهي بتفرش او تعمل كسرات جديده في الغرف مش مطلوب. طيب افترض يا جماعه ان انا هشتغل هنا، انا اساسا عايز الكاميرا دي، انا عايزها 25 وعايز الكاميرا دي 25، فلازم يكون وش العمود ده ماشي مع وش العمود ده، اوكي؟ يعني وش العمود عشان لما اجي اشتغل انشائي او احط المحاور الانشائيه بتاعتي، لان برضو انا هعقب على نقطه مهمه خالص، انا هحط هنا محاور اسمها محاور ايه؟ معماريه. المحاور اللي بحطها هنا اسمها المحاور المعماريه للمنشا، ما اجيش انا اخد المحاور المعماريه دي يا جماعه واشتغل بيها انشائي. يعني دي نقطه مهمه خالص، لان البرامج الانشائيه كلها الجديده بتتعامل مع المحاور، تتعامل مع السنتر بتاع العنصر نفسه. فبدل انا ما اعمل العمود ولما اجي اقسم المودلز الاقي الكاميرا طالعه عن العمود او العمود مرحل عن الكاميرا، انا من الاول خالص اظبط شغلي. يعني انا احط الشغل احطه صح، اتعب في عمل الموديل، انما هو عمل الموديل ده او البرنامج الانشائي اللي قدامي بيخليني اوفر. احنا كنا زمان يا جماعه قبل ما اتعلم السابو، قبل ما اشتغل التابو، قبل الكلام ده كله، عشان اقعد احلل برج كنت ممكن اقعد 20 يوم، يعني انتم متخيلين؟ فما بتفرقش معايا حاجه النهارده لما اضيع يوم كامل او يومين او 3 ايام اعمل موديل، انا ما بتفرقش معايا حاجه، لان انا في النهايه خالص انا عايز اخد شغله صح، انا مش عايز اخد شغل يعني زي اهو الناس بتشتغل وخلاص، يعني بمبدا ان انا خلصت التصميم بتاعي، لا انا عايز اشتغل حاجه بامانه شديده، الحاجه اللي ترضي ربنا، يعني خلينا نتعامل مع الله سبحانه وتعالى. انا النهارده راجل بشتغل هذا الرسم، اشتغله بضمير، اشتغله بضمير، كل حاجه احطها احطها وانا بفكر فيها، في بعمل انشائي افكر فيه، سيخ الحديد اللي اوفره بامانه شديده انا طالما تعاملت لوجه الله سبحانه وتعالى انا ما يهمنيش يا رب اكون بعمل بيت لتاجر مخدرات، الراجل ده بيتاجر في المخدرات، انا اللي يهمني ان انا كراجل انشائي احط شغلي بما يرضي الله. بما يرضي الله بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لما احط كميه حديد زياده في وش اقول والله لا اهو ده داخل في معامل الامان، داخل فينها في معامل الامان، ده مش هو ده مبدا المهندس. المهندس دقه، المهندس بيساوي رقم. يعني ايه المهندس يساوي رقم؟ يعني المهندس اذا ما كانش يحس بقيمه الرقم يعني يحط على نفسه 100 دايره، يعني يقعد يفكر كده مع نفسه مفيش حاجه اسمها اهو كده سيف، مفيش حاجه اسمها دي معموله الناس بتعملها كده اعمل. زي ما برضو انا بلاقي بعض الاسئله والاستفسارات على المنتدى،
شويه فيها نوع من الايه، من اللامبالاه في الرد. اللامبالاه في الرد، احنا ربنا الحمد لله ما فيش انسان كامل، وما فيش انسان عنده العلم كله، لا. انا مش بعرف حاجه بدور عليها ومعرفتهاش، بسال اساتذتي، اسال الاقدم مني. المهم ان انا اجيب المعلومه الصح، عشان لما احط الحاجه يبقى انا حطيتها عن قناعه، وحطيتها بالعلم اللي ربنا اداهولي. ما هي دي نعمه، العلم اللي ربنا اداهولي نعمه، حافظ عليها. بس بحافظ عليها ازاي؟ ان انا احط الحاجه سليم، احطها مظبوطه. فحته السرعه في عمل الموديل، والسرعه في ادخال معلومات، والسرعه مش عارف، يعني بصراحه الحياه بقت مش عايزين نمشي في هذا الاتجاه من العمل. احنا نقول دقه ثم الدقه ثم الدقه والتعامل مع الله. انا هعمل موف للعمود ده، معلش انا اسف انا طلعت بيوك عن الدوره، بس الواحد فعلا مستاء اللي بشوفه في السوق اللي من دول. هعمل موف للعمود ده علشان يبقى الوش بتاعه اللي هو ده مع الوش ده. احنا عندنا هم الفرق بينهم 13 سم، لان انا عندي ده كده خلاص 25، والحته هنا 12، يبقى انا ممكن اعمل موف لده 13 سم، خلاص هيبقى الوش ده ماشي مع الوش ده. نيجي برضو على الناحيه الثانيه يا جماعه، هنا برضو ده ممكن اشتغلها كاميرا 12، بس انا شايف ان ده بحر 4 متر هيجي هيشيله الكاميرا من هنا لهنا. برضو انا هعمل شيفت لهذا العمود وين 13، علشان ايه؟ يبقى انا لما اجي اشتغل الوش ده اطلع منه كاميرا واجي ده، او ان انا اعمل حسابي ان العمود ده هيطلع بره 13، اقوم اوسع الطرق. واخدين بال حضراتكم ازاي؟ يعني انا عندي حلين، يا اما ان انا اسيب ده مكانه اهو، هعمل له اندو ارجعه مكانه، واجي هنا اقيس الطرقه دي، هقيس الطرقه دي انا عندي متر وربع، انا اعملها كويس، اعملها محترم. طيب هطلع، لو انا عايز اطلع من هنا اطلع ال 13، اطلع سي الايه؟ ال 13 سم. طيب ممكن ده شكل، ده شكل، انما يعني الى حد ما مش مطلوب، مش يعني انا ما بستذقش ان يكون في عندي ربة جايه في مداخل زي كده، يبقى يعني شكلها العام مش كويس. انا ربنا يعوض عليه زي ما بيقولوا، وايه، واعمل الربة في هذا الايه، في هذا الاتجاه اللي انا كنت عامله تحت. يا اما ان انا زي ما قلت ان انا اوفر، بعد ما هطلع بالربة دي اوفر مسافة كويسة بالنسبة للناس تتحرك فيها. مو 13 خلاص. اوكي. خلاص انا وزعت الاربع عندهم دول، هننطلق الى باقي الونشة ونبدأ نشوف ازاي بنفكر في توزيع العمدان. انا عندي البعد ده 3 متر، والبعد ده وانا اذكر كان ثابت، يعني البعد ده كان ثابت معايا حتى في الادوار دي اهو، كانت 3 متر ثابت. انما لما اجي اقول بقى انا هعمل برج يا اخوان، هعمله برج، هبص الاقي نفسي محتاج ازود دي. فاكرين اللي هي الاشتراطات بتاعت المناور، عايزين دي هتبقى 12 ونص، يعني انا عندي العمق ده هيبقى هو المقيد اللي هو 3 متر 64، فانا هضطر ازيد فين؟ هزيد في هذا الاتجاه، يعني هعمل شيفت للحيطه دي من هنا، وهعمل شيفت للحيطه دي منين؟ من هنا. يبقى انا يفضل ان انا احط اتجاه العمود فين؟ ها؟ اتجاه العمود افقي كده، يفضل ان انا احط اتجاه العمود اتجاه افقي. طيب يبقى ناخد كوبي من العمود ده حضراتكم، ونبدا ناخده نحط واحد هنا. اوكي خلاص احنا خلصنا كده. طيب كده انا ايه، خلصت تقريبا توزيعة المنطقه دي. انا على فكره انا بوزع بنموذج واحد، يعني انا هنا يعني شويه انا بوزع بنموذج واحد، يعني المفروض ان انا العمود ده حضراتكم كان يبقى عمود متر، صح؟ العمود ده عشان برضو نبقى احنا ماشيين كده، المنطقه اللي في النص دي والاطراف هنحط لها العمود الكبير، هنحط لها العمود الكبير. برضو في نقطه مهمه في توزيع العمدان، ان انا اراعي ان العمدان ما تكونش كلها في اتجاه واحد، يعني ما تكونش كلها في اتجاه واحد. هنشوفها دلوقتي مع بعض ان شاء الله. هنا العمود ده اصلا ده 25، مش 30، اقيسه فعلا هو 25، اخد منه كوبي. ادي العمود خلاص. يبقى العمود ده لما هاجي افتح باب الاوضه، هو اوتوماتيك الربه دي راحت في باب الاوضه. انا لما جيت عملت شيفت العمود ده ما دخلتوش جوه الاوضه، انا طلعته فين؟ طلعته في التراس او الفراندا اللي بره. بالنسبه للمنطقه بتاعت السلم، ادي مثلا كوبي
انا بحاول اخلي يا جماعه وش الاعمده واحد خلاص كده، انا ما قفلتش الشباك، لازم اخد اعمل حسابي على الشكل ده. طيب نبدأ تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. فكده احنا خلصنا الجزء ده. برضو العمود ده هيبقى احماله، خلي بالكم شوفوا، انا بوزع عايز يعني بتوقع الاحمال بتاعتي. انا عند العمود ده بتشيل مساحه كبيره شويه، فممكن جدا اخده من العمود الوسطي. الكلام ده كله انا بعمله استيميتد، يعني انا بخمن هذا الكلام. انما لما نيجي بقى ان شاء الله نخش على البرجل الانشائيه، هتلاقوني عمال اعيد وازيد في اماكن العمدان، اعيد وازيد في طول العمود ومكان العمود. خلاص انا هاخد ده بقى خلاص كده. بس انا خدت الموديل ده اللي هو ال 85 ده المتر، اللي هو جوه ده المتر. طيب نفكر في الحل الانشائي للمنطقه الربة اللي انا عملتها دي، واضم لحضراتكم منها. هنبدا نوزع المنطقه اللي هي فوق، ونوزع المنطقه اللي حوالين المنور ان شاء الله. واسال الله التيسير، وان شاء الله هنستكمل مع بعض المحاضره الجايه باذن الله تعالى. واتمنى من الله عز وجل ان انا اكون بوصل المعلومات تفيدكم باذن الله تعالى. واسال الله الستر والصحه والعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله.